pictures can't get you out of my head. Girl, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. وللمرة الأولى منذ سنوات عدة أغطي رأسي وأخرج إلى الشارع كي أدفئ جسدي بالمشي. أردت أن أبتعد عن العالم حولي قليلا. أصبحت أرتعب كثيرا من كثرة حديثي مع نفسي. لقد عانيت الكثير مؤخرا ولم يفارقني الصراع الذي بداخلي ولو للحظة واحدة. لقد تغيرت هذه البلدة كثيرا، لربما أنا من تغيرت. أتذكر نفسي هنا مما يقارب 3 سنوات عندما كنا لا نحمل الكثير من الهموم. أدركت الشارع الرئيسي وبعض الموسيقى تطرب آذاني وتكسر حاجز الخوف الذي بداخلي. ولكني لم أفعل شيئا الفترة الأخيرة. أصبحت مائلا إلى الانتحار إلى حد ما. وحينما قررت أني قد تعبت من السير، قررت أن أستريح لبضع دقائق. هذا كان مكاني المفضل. كنت أجلس هنا لساعات طوال. وعند دخولي إلى هذا المكان قد وجدته فارغا إلى حد ما. جلست في مكاني المفضل. أتذكر نفسي هنا مما يقارب 3 سنوات. كنت أجلس أيضا في هذا المكان حينما كنت أواظب على استخدام جهازي اللوحي بدون ملل، عندما كنت أعمل كمصمم جرافيكي لأجهز تصميماتي لبعض العملاء، ولكني لا أعلم أنها قد تكون بداية المعاناة. ظلت القهوة تلازمني وكأنها أصبحت دواء بالنسبة إلي. وينتهي بي هذا التفكير بأن ما بداخلي يمكنه أن يدفعني إلى الانتحار في أي وقت. وجلست أفكر ما هي أفضل طريقة للموت. هي أفضل طريقة الموت البطيء حين يموت القلب والعقل، أم أن تموت شنقا متدليا من السقف؟ ولكنني إلى الآن لازلت أحاول ولازلت أقاوم ما بداخلي وأقنع نفسي أني ما زال لدي فرصة. أنت أيضا ما زال لديك فرصة.